ما فينا تمر أيام العيد وما يكون في عنا مساحة مخصصة مثل العادة للعناية بالجمال للسيدات وأيضا الصبايا، وخصوصا بموسم العيد اللي نحن هلأ فيه مع هذا الجو الحار وتغير الطقس، وحتى أيضا السنين العمر اللي بتتغير على السيدة، كل مرحلة بحاجة لعناية معينة ببشرتها، ودائما بنحاول نحن نجيب كل الوصفات بأبسط الطرق. أكيد سلمى، مثل ما قلتي أحياناً الطقس بيلعب دور، الحالة الاجتماعية أو الحياة اليومية اللي هي ممكن تكون روتين حياتي، كيف هي السيدة تغير أسلوب حياتها يكون في عندها عناية خاصة لتعتني ببشرتها ورطوبتها ويكون إلى رونق خاص بعيداً اليوم عن البوتوكس، لأنه دائماً بنجمع بإجراءات تجميلية، بس لا، في اعتناء آخر ممكن السيدة تقوم فيه للبشرة لتحافظ على رونقها وشبابها. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الدكتورة الجميلة دائما هلا الحوش، دائما التفاصيل عندك. صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح الخير، مبروك الخطوبة كمان. صباحك وانت بخير. صباح كل اللي عم بيشوفونا، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير دكتورة، يعني مثل العادة دائما عودتينا هيك بنصائح خلينا نقول موضوعية وبعيدة شوية عن الأساليب اللي في كتير هلا صرنا نشوف ناس بتنصح بأساليب هي تجارية أكثر من أنها هي تكون أساليب فعلا إلى فايدة وممكن الشخص يستفيد منها. خلينا نبلش، شو هي العوامل بشكل عام اللي بتعملها السيدة أو الصبية ومع تقدم السنوات هي بتأثر عليها وبتساعد أنه يظهر هاي العلامات أو الخطوط على بشرتها؟ هلأ كل الدراسات الحديثة بتقول أنه شيخوخة البشرة بتدخل فيها 20% عوامل داخلية جينية وراثية و80% عوامل خارجية. هلأ نحن حتى نحافظ على بشرة نضرة صحية ما فيها التعب ما فيها الإرهاق، لازم نحن دايما نوازن بين عوامل خارجية وعوامل داخلية. هلأ العوامل الخارجية مثل ما تفضلتي وحكيتي بالمقدمة أنه نحن يوميا عم نتعرض لتبدلات بالدرجات الحرارة، تبدل بالطقس والمناخ، خلينا نقول درجة الرطوبة اللي بالجو، نحن عم ننتقل مثلا من فصل الشتاء اللي بصير فيه جفاف كتير كبير بالبشرة لفصل الصيف اللي بصير فيه إفراز أكثر للتعرق. صحيح. إفراز أكثر للدهون. الناس اللي بتتعرض لملوثات خلينا نقول بمجال عملها مثلا مثل مصففين الشعر، مثل المهندسين، عمال البناء اللي بتعرضوا لكثير من هالعوامل هي اللي ممكن انه تسبب لهم هالعوامل الخارجيه، خلينا نقول التلوث البيئي اللي ممكن انه يسبب لهم كثير من الحساسيه، من الاكزيما، من المشاكل على جلدهم. الناس اللي مثلنا اللي بيتمكجوا بيعملوا شعرهم اكثر من تماما لفترات طويله بتعرضوا للاضاءه. الناس تماما مثل ما تفضلتي وحكيتي اللي بيحطوا ميك اب بشكل يومي ولساعات طويله بتعرضوا للكاميرا للاضاءه، اللي بيتطلب عملهم قاعدة على أجهزة الهواتف المحمولة أو حتى اللابتوب لساعات كتير طويلة. لا تنسي هالأشعة قديش هي بتعمل إجهاد للبشرة، بتعمل لهم هالات سود، بتعمل لهم شيخوخة كتير مبكرة. الناس اللي بيتطلب عملهم أو نمط حياتهم تعرض للشمس لساعات كتير طويلة خلال فترات الذروة اللي هي من 10 الصبح للأربع المساء، واللي هن بيهملوا استخدام الوسائل اللي بتحميهم من هالأشعة مثل واقيات الشمس، أو حتى يلبسوا مثلا طواقي نظارات شمسية، أو حتى تياب تعكس لهم هالأشعة. وكلنا بنعرف التأثيرات السلبية اللي بتتركها الشمس على جلدتنا خلال السنين الطويلة. الناس اللي بيتعرضوا لكتير ستريس بحياتهم سواء كان عملهم أو هن أشخاص انفعاليين، الستريس بيرفع كتير من هرمونات وأشياء، هرمون هو هرمون الكورتيزول، هو هرمون الشدة اللي كتير بيدمر ألياف الإلاستين والكولاجين وبيعمل شيخوخة كتير مبكرة. هلأ كتير مثلا بيجينا مرضى بتقلي أن قبل ما يكون عندي مناسبة أو امتحان أو خلينا نقول عرس خطبة أو إذا بدهم يسافروا أو إذا بدهم يقدموا مثلا على انترفيو لعمل، بتقلي بشرتي تغيرت، صار عم يطلع لي حبوب، صارت بشرتي شاحبة. الستريس كتير كتير بدمر بشرتنا. تبدلات الهرمونية الدورية اللي بتتعرض للإناث بشكل خاص كل شهر، كمان لا تنسي أنت عندك ارتفاع بالهرمونات، بعدين عندك هبوط، عندك حمل، عندك إرضاع، عندك بعد فترة مثلا كتير سيدات بفوتوا بسن اليأس أو خربطها الهرمونات، كلها هي عوامل خارجية وداخلية. نمط الحياة كمان هذا صحيح، لازم كتير نركز عليه. الأشخاص المدخنين
كلنا بنعرف التأثيرات السلبية للتدخين على أجهزة الجسم المختلفة وبشكل خاص الجلد، لأنه بيعمل تقبض بالأوعية وبيقلل كتير من التروية، فبيعمل شيخوخة كتير مبكرة. الناس اللي شغلهم بتطلب جهد بدني كتير كبير، الناس اللي بالعكس حياتهم كلها خمول، ما فيها رياضة، ما فيها حركة، الناس اللي نظام غذائهم غير صحي وغير متوازن، يعني ما بيشربوا مي، بياكلوا كتير سكر، بياكلوا كتير أطعمة خلينا نقول جاهزة فيها كتير ملح، بيشربوا كتير كافيين، ما بيعتمدوا على الخضرة، الفواكه، الغذاء الصحي المتوازن، كمان هدول بيتعرضوا كتير للشيخوخة، إضافة لكتير من الأمراض وكتير من الأدوية اللي كلها بتأثر على بشرتنا. يعني ذكرتي معك دكتورة هلا كتير من التفاصيل يمكن بالحياة اليومية والأسلوب الحياة وطريقة حياتنا قديش بتأثر على بشرتنا، بس في بعض الأخطاء الشائعة بتقوم فيها السيدة هي بتأثر سلبا على بشرتها وهي ما بتعرف، يعني هي ممكن تعتبر حالها أنه هي ما عم تقوم بشيء سيء أو سلبي. شو هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن تقوم فيها السيدة بتأثر على بشرتها بشكل كبير؟ أكثر خطأين يعني السيدات بيأذوا فيه بشرتهم هن إنه بيتركوا الميك اب ساعات كتير طويلة وبيناموا فيه، واللي يمكن نحن أحيانا كتير معظمنا بنعملها، يعني حتى أنا شخصيا ممكن أني أعملها، يعني نحن كل يوم مننام وتاركين فيه الميك اب على وشنا بيكلف البشرة أسبوع لحتى تقدر ترمم نفسها، فما بالك باللي بيتركوه أيام كتير، فهو كتير بيأهب لشيخوخة كتير مبكرة، لكتير تجاعيد. لا تنسي أنت عم بتسدي المسام، عم بتحاولي أنه او بالاحرى نحن هالمواد هي الكيماويه بالنهايه الميك اب، يعني كل هالذرات او هالمواد هي راح عم تتراكم على جلدك، ما عم تسمح للبشره انها تتنفس، تلاقي بعد فتره انه بشرتك صارت باهته، مسامك صارت متوسعه، ممكن تعرضيها اكثر لمشاكل الحبوب او الزقانات المغلقه والمفتوحه. هي يعني هذا من اكثر الاشياء اللي بتعمل السيده واللي بتدمر بشرتها. ثاني اكثر غلط استخدام الخاطئ لمنتجات العنايه للسكين كيرز، يعني مثلا بتكون بشرتها جافه وهي عم تستخدم شيء للاويلي، فهي عم بتجففها اكثر. بتكون بشرتها جافه بتستخدم مثلا هي مقشرات بتراكيز كتير عالية أو مقشرات ما بتناسب بشرتها، أو مثلاً بتهمل موضوع الحماية من الشمس، أنه أوكي بتحط مقشر بس هي ما عندها مشكلة أنه مثلاً ما بتحط واقي الشمس، ما بتستخدمه، بتطلع بعد فترة مثلاً بعد كم شهر تلاقيها هي عم بتعاني أنه أنا صار عندي كلف، صار عندي تصبغ، صار عندي مشاكل ببشرتي. يعني هي دول أكثر الأخطاء الشائعة، أنه استخدام الروتين العناية اليومي اللي ما بيناسب البشرة، أو أحيانا ممكن هي تستخدم خلطات أو أشياء ممكن بتشوفها على السوشيال ميديا هي نفسها تأذي لوشها، تعرضها لإكزيما، لحساسية، بتقلي أنا حطيت مثلا شيء ممكن أنه يكون فيه نشا، ليمون، أي شيء يعني من المكونات الموجودة بالبيت. هي مو غلط بس لازم تستخدميها بتراكيز معينة ولازم تكون ناسبة لنمط بشرتك، فبتلاقيها بعد فترة كمان فاتت بمشاكل تانية هي كانت بغنى عنها. يعني إذا ما بتستخدم شيء فبيكون أحسن من أنه تستخدم الشيء الغلط واللي ممكن أنه يترك هالتأثيرات السلبية على المدى البعيد. أكيد. طيب دكتورة كمان خلينا نحكي شوي، اليوم في بعض العناصر والمواد اللي هي لازم دائما السيدة تهتم بأنه هي تكون موجودة، ومثل ما قلتي بتختلف من كل بشرة لبشرة أخرى، ولكن إذا بنقدر ننصح فيهم السيدات أنا شو الشيء اللي لازم، خطوات بسيطة مثل ما بيقولوا أضعف الإيمان إنك تعمل هدول القصص لحتى تحافظ على بشرتك. بجوز هي ما بتقدر تروح دائما تعمل كل فترة تقشير، ما بتقدر كتير تعتني ببشرتها، ولكن هي حابة تحافظ عليها، شو هي التفاصيل فيك تنصحيهم فيها؟ هلا أنا دائما كل سيدة بنصحها إنه هي بس بالحد الأدنى يكون عندها أكثر من مكون موجودين بالبيت ما تستغني عنهم، لأهم من واقيات الشمس ضروري كتير تستخدمه قبل ما تطلع من البيت بنص ساعة، وخاصة الأشخاص اللي هن بيتطلب حياتهم أو شغلهم إنه هن كل يوم لازم يطلعوا بالبيت أو بوقت الذروة، يعني إنه بتعرضوا للشمس لفترات كتير طويلة، هيك أنت بتكوني عم تحمي جلدك من الشيخوخة، من مشاكل التصبغات للسنين لقدام. يعني واقي الشمس المفروض يكون موجود عند كل سيدة ضمن الروتين العناية اليومية. هلا حتى نحن مثلا إنه نوفر عليها أو نختصر عليها عدد الكريمات، ما عليه تشتري واقي شمس يكون فيه لون، فهي هلأ مثلاً بتصير بتستغني عن الفونديشن وبتقلل الطبقات اللي ممكن أنه تحطها على وشها الصبح وبتختصر وقت، يعني أنه ما عليه خدي فيه لون منه، أنه أنت بتكوني كسبتي أنه طبقة ميك اب وحماية من الشمس. كتير منركز على موضوع الترطيب،
اي مرطب لازم يكون عندك بالبيت، سواء كان مثلا شكل سيروم كريم اللي بتقدر السيده انه تشتري. حاولوا مثلا جيبوا المرطبات اللي بتناسب كل انواع البشرات. مثلا يكون تركيبتها غنيه بالكولاجين بالهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد هي جزيئه بتجذب مي، فبتحافظ على ترطيب ونضاره البشره لساعات كثير طويله، وبتناسب كل انواع البشرات. هلا انت هون ما بتفوتي بريسك انه بيناسب بشرتي دهنيه ولا جافه او مختلطه، هو بيناسب كل انواع البشرات وما بيعمل اي مشاكل حساسيه. يركزوا كثير على فيتامين سي سيرومات كمان، يعني اذا هي بتقدر انه يكون عندها شيء كمان اكسترا اكثر. فيتامين سي مضاد اكسده كثير مهم، كثير بيعزز تكوين الياف الكولاجين والالاستين بالبشره، بيوحد اللون وبيعطي كثير نضاره وكثير نقاوه. هلا بخلال فصل الشتاء وخاصه الاشخاص اللي بشرتهم دهنيه، لحتى يتخلصوا من هالزيوت من هالخلايا الميته من هال يعني بتتجمع على جلدهم او بقايا الميك اب، لازم هدول الاشخاص ما يستغنوا عن المقشر. شو ما بدهم يكون نوع المقشر اللي عندهم، سواء كان ريتينول، احماض فواكه باشكالها، الفا بيتا هيدروكسي اسيد، يعني حتى اذا كان سيروم كريم غسول، المهم انه يكون في شيء بروتين العنايه اليوميه يكون فيه مقشر. فنحن ثلاث اشياء ما بنستغنى يعني ما بنستغني عنهم، خلينا نقول اللي هن الترطيب، كل نوع بشره له مرطب خاص فيه، والحمايه من الشمس اللي هو اهم شيء، والمقشر خاصة لأصحاب البشرة الدهنية. أكيد بالختام نتشكرك دكتورة على وجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق أكيد، وأكيد يعني حاولنا نركز على نقاط ومعلومات مهمة بتهم كل صبية للحفاظ على نونق ورطوبة بشرتها. شكرا كثير لك. شكرا لكم، نهاركم سعيد. شكرا لك دكتورة هلا ومرة ثانية، وعلى كل المعلومات اللي دائما بتقدمي لنا اياها. ينعاد عليك. ينعاد عليكم. شكرا لكم.